كان صدر حكم ضد الاستاذ محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب بالحبس سنه لصالح مرتضى. زي ما كنا بنتابع قضيه مرتضى بنتابع قضيه الاستاذ محمد عثمان، لان دي مهمه وبتؤثر على مؤسسه النادي الاهلي ومؤسسه نادي الزمالك. بكره اول جلسه في نظر استئناف الاستاذ محمد عثمان في الحكم الصادر بحبسه سنه لصالح مرتضى. طيب الجلسه دي الحكم ده تداعياته ممكن تبقى ايه؟ اول حاجه لا نعلم الحكم، والحكم في علم الغيب واحد. حماده بكر ربنا يحفظك يا حماده، متشكرين جدا على دعمك بالنجوم. ماشي، الحكم في علم الغيب وعند الله، ولسه الجلسه هتنظر. لكن مرتضى يتفاخر بهذه الجلسه وفرحان بيها. ليه؟ لان الحكم حبس سنه. هو كراجل محامي، يرجعوا للقصه اللي قلتها لكم زمان لما صدر حكم مرتضى، ان وارد ان محمد عثمان ياخد حكم فيبقى فيه تنازل عن ده وعن ده، وحكم مرتضى اللي صادر بقاله فتره ما بتنفذ، ماشي، ومحمد عثمان ما بيتكلمش في تنفيذ، ولا الخطيب بيجيب سيرته، ولا في تحركات زي الاول، ولا كتاب على الصفحه، ولا حكايه ولا روايه، عاوزين ومش عاوزين حاجات بالشكل ده. شريف ابو الحريت ربنا يحفظك يا شريف. ماشي، ما حدش بيتكلم عن تنفيذ الحكم لا في الاهلي ولا في الزمالك ولا اي جهه ولا اي حد. هذا الحكم بتاع محمد عثمان، لو خد محمد عثمان حكم شهر 3 سنه ايا كان الحكم باستثناء البراءه، هيبقى الكلام اللي هيبقى بيدور هو التنازل، تنازل الخطيب مقابل تنازل مرتضى، تنازل الخطيب مقابل تنازل مرتضى. ماشي الحال؟ ليه الخطيب مش عاوز يحبس المحامي بتاعه ومش عارف ايه؟ ده هيبقى السيناريو بتاع التنازل عن الاحكام، وده الشكل اللي هيخرج بيه الموضوع. امتى بقى يصدر الحكم؟ الله اعلم. بكره اول جلسه، وارد ان القاضي يحجزها للحكم اخر الجلسه، وارد انه يحجزها للحكم بعد اسبوعين، وارد يحكمها بعد شهر، وارد يحكمها بعد شهر، الله اعلم. لا رقيب على اي قاضي سوى ضميره والله سبحانه وتعالى. ونثق في احكام القضاء ونحترم احكام القضاء. ماشي الحال؟ فوقتها هيبقى فيه مفاجآت مدويه 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 في هذا الاطار. كيرلس فيكتور ربنا يحفظك يا كيرلس، ويسعد قلبك، مختار احمد فهم الشيباني، ابراهيم صقر ربنا يحفظك، كل الناس اللي بتدعمنا بالنجوم لها كل الشكر والتحيه والتقدير، لان ده بيساهم في ترويج الفيديوهات. يا جماعه اللي مش عامل لايك لصفحه ابو المعاطي زكي على الفيسبوك يعمل لايك او يعمل فولو، وعلى صفحه نجم الجماهير على اليوتيوب ايضا، بحيث اي وقت ما نطلع يبقى كل حاجه عندك. هرد على اسئله حضراتكم النهارده كده، يوم جميل كده، يوم الجمعه ده، انا بحب يوم الجمعه جدا 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 يعني. فاي سؤال انا هرد عليه. اللاعب البرازيلي وايقاف حازم حسن، اول حاجه ده موضوع مشدة وحكم وبتاع، يوم ما كانت توقف مباراتين اربعه وكانت توقف في نهائي، هو دلوقتي بطاقته الدوليه راحت دوري اخر، لا ينفذ عليه الا لو كان قرار من الفيفا. سيبكم من الهري اللي موجود ده، ما تصدقوش كل واحد عمال يفتي. لو كان المساله في هو عامل سوء سلوك في مباراه دوليه مع منتخب بلاده، ماشي، ده دي فرق هيوقفوا ماتشين، هيوقفوا اربعه، هينفذوا ازاي؟ ده هو في المسابقه بتاعته. هل انت شفت قبل كده واحد كان موقوف في الدوري المصري مثلا راح احترف بره في اوروبا توقف هناك؟ مفيش الكلام من مفيش الكلام من من ايطاليا حابي حافظ، اهلا بك يا حابي، ربنا يحفظك على كلامك الطيب. احمد ياسين منورني يا احمد. قضيه يافطه القرن والله مش متابعها، الاستاذ محمد عثمان ما بقاش بيتابع معايا، فبقتش متابع الحاجات دي، ما اعرفش هو قلقان من الحبس ولا ايه، مش عارف والله يا استاذ محمد. ساعه ما قال انا عندي مفاجاه والمفاجاه ما جاتش وهو مختفي، قابلته في العزاء بس سلمت عليه وخلاص. اسلام شاهين اهلا بيك. دونجا هيعمل عمليه على حساب مين؟ اقول لك هيعملها على حساب مين؟ هيعملها على حساب اتحاد الكوره. واتحاد الكوره عامل تعاون مع الاتحاد القطري، الشيخ حمد بن احمد بن خليفه قال ثاني، بس الاتحاد القطري للتعاون الطبي وفي بروتوكول، والراجل دي ظهر هنا اتحاد الكوره في بروتوكول تعاون، لان هو اصيب مع المنتخب، فالمنتخب اللي هيعالج نبيل عماد دونجا ربنا يشفيه. احمد حجازي اونكل، احمد حجازي لا ما فيش احمد حجازي في الاهلي. خلاص اللي كان ممكن يجيب احمد حجازي واللي كان ممكن يجيب ابراهيم عادل مشي، وهو ياسين منصور. انا بتكلم بكل امانه، هتيجي تقول لي الاهلي هيدفع مش هيدفع الرواتب العاليه دي في ظل الحاجات دي؟ ابو سامه ربنا يحفظك يا ابو سامه. اشمعنى حسام حسن ما هو قال نفس الكلام صلاح محسن رفض الاعاره؟ ده مش صحيح. حسام حسن ما عملش
حسام حسن لا رفض الإعارة، أنا قلت لك في 2 من 4 هيعار ماشي، منهم صلاح محسن وأحمد سيد غريب وحسام حسن، وأقول لك الرابع مين، لأن أنا إيه أنا فاكر إن أنا قلت الأربعة، قلت لك الأربعة دول 2 منهم يخرجوا إعارة، خرج أحمد سيد غريب للإعارة و وزياد طارق، صلاح محسن، حسام حسن، زياد طارق، أحمد سيد غريب، قلت لك في 2 هيطلعوا إعارة. طلع احمد سيد غريب للاتحاد السكندري وقع موسمين بالامس ماشي، والاهلي حق استعادته بعد اول موسم، وخرج صلاح محسن على خدمه الانتظار. الكلام اللي بقوله ثق مليار الميه انه من بق ناس مسؤوله، فلما بقول الاربعه دول يطلع منهم 2 يا اسطوره، حاضر تحت امرك، فنقول المعلومه اللي يحصل، يطلع احمد سيد غريب للاتحاد ويتحط صلاح محسن على خدمه الانتظار ماشي. فانت ما تجيش تقول لي بقى ايه، اصل حسام حسن قال نفس الكلام، لا حسام حسن ما قالش نفس الكلام ماشي، وحسام حسن ما ينفعش مع جايبه انت كان قاعد على دكه والراجل فارم وظلمه، اجي انا اقول له اطلع اعاره السنه دي ماشي يتشاف. وبعدين هو مين دلوقتي موجود في الخط الامام؟ ما هو حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين الثلاثه، برونو سافيو يا جناح يا بلي ميك ماشي، مكان السولية، مكان السولية اطمن، في محمود متواجد. خلي بالك من حاجة، ما أنت عندك العيال اللي الشباب اللي طالعين اللي زي الفل، أنتوا ليه ليه أنتوا ماشيين ورا بعض؟ ما أنت عندك في وسط الملعب أحمد كوك، محمد فخر، ومصطفى سعد، وميدو نبيل. ما كل دول يلعبوا. إيه يا جماعة في إيه؟ زياد طارق أفضل من مصطفى شلبي، أحمد محفوظ، عندك حق والله، والله أنا مع زياد طارق، مع العناصر الشابة. واثق تماما ان هذه العناصر باذن الله تعالى سوف يكون لها دور مؤثر في نتائج النادي الاهلي ايجابيا باذن الله. سكواد الزمالك ابو فارس نمر، ايه رايك في سكواد الزمالك؟ ممتاز وصفقاته ممتازه، ما ننكرش لما انت تجيب هذه المجموعه المميزه، لما تجيب مصطفى الزناري كان الاهلي بص عليه، لما تجيب عمر جابر باك رايت منتخب مصر، لما تجيب نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط منتخب مصر، سامسون اكولولا بسم الله ما شاء الله الفيديوهات اللي شفناها كويسه، زكريا الوردي نجم كبير في الرجاء، ابراهيم رضاي جاي من سويسرا، محمد صبحي ابنك ورجع لك تاني، عمرو سيسو ومصطفى شلبي توقعت معاهم والراجل مش عاوزهم، بتضغط دلوقتي على مروان عطيه لاعب الاتحاد، لو جبته مكسب، لو جبت مروان عطيه مكسب ماشي. خلاص بقى الناس سابت فيوتشر، لان فيوتشر قال رافض البيع، يعني غض النظر عن فيوتشر. محمد عطيه ابو زيد ربنا يكرمك على دعمك بالنجوم، والف شكر لكم جميعا منوريني، ومفيش صلح بين الخطيب ومرتضى. ايه؟ فعلا تم الصلح بينك وبين المستشار مرتضى يا اسطوره؟ انت عبيط يا ابني. صلح ايه؟ اللي بتصالح بتبقى الدنيا كلها عارفه. اللي بتصالح بتبقى الدنيا كلها عارفه. وانت شفتني ايه؟ ايه اللي جد جديد؟ شفت مني كلمه ايه؟ انا بحترم الناس كلها. ملف مرتضى من ساعه ما وقع قلت اتقفل بالنسبه لي، انا دلوقتي بشتغل صحافه. اللي بيحصل في نادي الزمالك بقوله، واللي بيحصل في نادي الاهلي بقوله، معروف ان انا اهلي. ماشي؟ لكن في الخبر ده يبقى فيه، لازم يبقى فيه امانه مهنيه، يعني يقولوا لك بامان. لهطل اللي يقول لك خبر زيزو، خبر زيزو كان خلصان. لهطل اللي يقول لك خبر زيزو، قول له طلع لي عقد زيزو ايه بملحقاته بالفلوس اللي قعدته. 45 مليون في الموسم بالاعلانات. اللي يقول لك كده قول له طلع لي العقد بملحقاته. بملحقاته. قول له الفلوس اللي خدها مقدم ايه؟ ماشي؟ محمد صبحي قعد مع الاهلي وتفاوض مع الاهلي وخلص مع الاهلي. جاء الايقاف وجت الحكايه والروايه اتدربكت من تاني. لكن يا حبيبي استاذ عبد الناصر له كل الاحترام وعنده مبرراته. وعنده مبررات، واللي قاله عبد الناصر هو اللي حصل معايا بقى. هو مين وقف جنبنا يا ابني؟ مين دعمنا؟ مين قال انتوا اخباركم ايه واحنا بنتبادل في المحاكم والنيابات؟ فانت ما تكونش كل شويه تقول لي وعبد الناصر. عبد الناصر خد قراره وهو حر فيه، وانا خدت قراري وانا حر فيه، لكن يبقى ان انا بمارس عملي بمهنيه، بمهنيه ماشي. دمتم في امان الله، سلام عليكم.